زي ما بنتكلم ان مدينة العلمين الجديدة ومهرجان العلمين قدر بشكل كبير جدا ان هو يروج للمدينة عشان تكون مقصد سياحي لكل السادة السياح من مختلف انحاء العالم، مش بس مصريين لكن العرب والاجانب كمان. ساهم بشكل كبير في نقل صورة خاصة ومشرفة عن مدينة العلمين الجديدة اللي بالفعل هي مش مجرد المنطقة الشاطئية اللي فيها الممشى والابراج الشاطئية، لكن كمان عندنا المنطقة الجنوبية اللي فيها اهمها كمان المدينة التراثية. وتفاصيل اكتر عن المدينة التراثية بيسعدنا يكون معانا ومنورنا المهندس علي عبد الباسط المشرف على المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة. اهلا بيكم، صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا بيكم في مدينة العلمين الجديدة. العالم عالمين. العالم عالمين. يمكن حضرتك احنا كنا بنتكلم عن ان ازاي مهرجان العلمين الجديدة قدر ان هو يروج لمدينة العلمين بشكل كبير جدا، كلمني اكتر عن تفاصيل الموضوع ده. بالفعل نجحت الشركة المتحدة عن ترويج مدينة العلمين بالاجتماعات التنسيقية. بداية من السنة اللي فاتت نجحت في المهرجان العام الاول، وكررت النجاح مرة تانية. بس قبل ما نبدأ في فعاليات المهرجانات في اجتماع تنسيقي بين شركة المتحدة وهيئة المجتمعات العمرانية اللي بيمثل جهاز مدينة العلمين، لننقل الفكرة ونغير الفكر للمصريين أو الأجانب أو السياح، لأن مدينة العلمين مش مقتصرة على المدينة الشاطئية فقط، بل بالعكس ده احنا مدينة العلمين على مساحة 150 ألف فدان، فاحنا لسه بنتكلم قدامنا كتير. فبالفعل اجتمعنا وقعدنا وخططنا ونجحنا مع شركة المتحدة طبعا بالتنسيق معها ان احنا ننقل الارينا، وعملنا بالفعل ارينا في المنطقة الجنوبية. صحيح. بجانب منطقة الاسكان، لان طبعا ده بيتغلب على مشكلة الازدحام المروري كان بيحصل السنة اللي فاتت في مهرجان العالمين، لما كان بيكون في حفلة كان بيبقى في شلل مروري تام هنا في مدخل مدينة العالمين. فبالتالي لما اتنقلت للمنطقة الجنوبية اليو ارينا ده فرقت كبير جدا، ومع شبكة الطرق الجديدة ده خلى الوصول ليها سهل جدا وما فيش اي ازدحام مروري في الطريق. بالفعل يا فندم، وكمان اصلا الارينا بجوارها جراج خاص بها على مساحة 60,000 متر مسطح بجوار المدينة التراثية طبعا ومنطقة الإسكان. فالفكر نتغير، الناس بتيجي من المنطقة الشاطئية ونقعد على البحر، لا ده بالعكس، ده احنا بدأنا نستكشف ان في العالمين في مدن تانية وفي أماكن تانية. صحيح. وهكذا يعني ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه يمكن في بداية الفقرة، ان مدينة العلمين مش مقتصرة على المنطقة الشاطئية والشمالية فقط، لكن كمان المنطقة الجنوبية فيها عدد كبير من وحدات الإسكان ومشاريع الإسكان المتميز وغيرها وأبراج أخرى كمان للداون تاون. لكن من أهم الأماكن الموجودة في المنطقة الجنوبية هي مدينة تراثية. أنا عايزة أعرف طبعا تفاصيل أكتر عن المدينة التراثية. في البداية أنا حابب أقول أن المدينة التراثية هي مدينة متكاملة، لأن فيها مناطق تجارية وترفيهية وسكنية وثقافية وخدمية ودينية. فالمدينة التراثية مش مشروع، بل بالعكس هو مجموعة مشاريع، لأن بنقيم مدينة تانية. طب المدينة التراثية دي هتبقى يعني قبلة العالمين، سواء للسياح او للزوار او اي حد، سواء من قاطنين مدينة العالمين او من اي اماكن، لان مدينة التراثية بتقع على 260 فدان، مساحة 260 فدان. فهي متقسمة مناطق، كل منطقة بتخدم حاجة معينة. فمثلا عندنا مجمع السينمات على مساحة 8000 متر مسطح بتسع قاعات بيسع 1100 فرد، بخلاف ان في مبنيين ملحق بيهم بيخدموا على مجمع السينمات. يعني احنا دلوقتي عندنا مجمع السينمات والمسرح. مظبوط. والمسرح الروماني بجوار المجمع السينمات. تمام. وبالفعل تم افتتاحه السنه دي. المسرح الروماني على مساحه 1300 متر مسطح، مسرح مكشوف بيسع 900 فرد. ده بخلاف ان احنا بنراعي في التصميم ان كل منشأ مستقل بذاته. يعني مثلا المسرح في الدور المسرح والدور الارضي في غرف فندقيه وغرف الخدميه للفنانين والمذيعين وهكذا. بجوار المجمع السينمات منطقه ارض المعارض على مساحه 15,000 متر مسطح بست قاعات، داخلها برضو اتنين كافيتيريا بخلاف المناطق الخدميه. ارض المعارض دي بتطل على البحيره الصناعيه دي، احنا عندنا بحيره صناعيه طول 2 كيلومتر بعرض 30 متر وحواليها ممشى 30 متر. ده ممشى البحيره.
لان انت ممكن تدخل المدينه التراثيه وتتمشى فيها عادي في كل منطقه. يعني بحيرات صناعيه ممتده للمدينه التراثيه ومنطقه الجنوب. بحيره صناعيه دي خاصه بالمدينه التراثيه وبيها ست كبائر، انك انت تنقل من مكان لمكان. لان طبعا احنا في الكنيسه وفي المسجد وفي دار الاوبرا، هنتكلم بالتفصيل عنهم برضو اكيد، بس يعني هي الكباري دي بتقدر تسهل الحركه والتنقل خلال جوه المدينه. ليه؟ لان انت البحيره جواها البلازا الرئيسيه ومنطقه الاولد سيتي. فانت بالتالي منطقه الاولد سيتي، الاولد سيتي دي المنطقه القديمه ب 33 مبنى، دي متقسمه على متصممه جزء منها على اسكندريه القديمه وتخللها البلازا الرئيسيه. البلازا الرئيسيه دي على مساحه 33800 متر مسطح، 8 مباني بها نوافير والمسله الفرعونيه طبعا، ومنطقه تجاريه. المنطقه التجاريه دي بجوار المسجد على مساحه 26800 متر مسطح، 9 مباني. وبخلاف ان كل المدينه التراثيه فيها مناطق ترفيهيه وتجاريه، لا فيها مناطق ثقافيه. عندنا الاوبرا، عندنا المتحف، عندنا المكتبه، عندنا مبنى تنميه المهارات. فمثلا الاوبرا دي على مساحه 23000 متر مسطح، مبنى ضخم وكامله الخدمات برضه، وكامله الخدمات ب 9200 شخص. تم الانتهاء منها ولا لسه ما زالت جاري الانتهاء منها؟ عندنا المتحف، عندنا المكتبه. المكتبه على مساحه المتحف 11. هيكون متخصص في ايه؟ المتحف يعني متحف عام، متحف العالمين، او يعني لسه ما تخصصش ليه حاجه معينه، بس هو المتحف مصمم يعني يبقى عشان واجهه العالمين بعدين، يعني يبقى في اثار للعالمين وهكذا. يعني عندنا برضو مناطق خدميه تانية، المناطق الخدميه اللي بتخدم 9 مولات، عندنا 9 مولات كاملين، دي يمين ويسار البلازا الرئيسية. عندنا البوتيكات، منطقة فندقية كاملة ب 114 غرفة. عندنا يعني في اوتيل كمان جوه المدينة التراثية. تلات مباني متصلين بكوبري مع بعض، التلاتة متصلين ب 114 غرفة، مصمم على أعلى مستوى. احنا عندنا برضو الإسكان الفاخر في 72 غرفة، ده بجوار مبنى الجهاز. مبنى الجهاز ده المبنى الخدمي اللي بيخدم المدينه كلها، تمام، سواء كان الساكنين او اللي بره. يعني عندنا المسجد ده على مساحه 4300 متر مسطح، يسع 1000 شخص، في مصلى رجالي ومصلى نساء. عندنا برضو دخله قاعات متعدده الاغراض، زي الافراح، زي المناسبات وهكذا، يعني بيسع كل قاعه ب 910 فرد. ده بخلاف المدينه التراثيه اصلا، يعني في جواها كنيسه. الكنيسه دي على مساحه 11000 متر مسطح، 9700 شخص، وتم الانتهاء منها الحمد لله. يعني فالمدينه التراثيه هي المتنفس بتاع مدينه العالمين. الفكره جت ازاي ان انا ما يبقاش مدينه العالمين مقتصره فقط على المنطقه الشاطئيه، لكن كمان تكون ممتده للمنطقه الجنوبيه؟ ده التوسع جه ازاي في مدينه العالمين الجديده؟ بالفعل هو في البدايه احنا انشانا طبعا الابراج والمناطق الشاطئيه، بس في نفس الوقت مدينه العالمين احنا ما بنتكلمش على جزء الصيف، احنا نقعد في ثلاث شهور الصيف بس شغاله، لا بالعكس ده طول السنه. فمن هنا جت الفكره ان احنا ننشئ الاسكان، المناطق السكنيه، سواء الاسكان المميز او الاجتماعي او سكن مصر وهكذا. وبل بالعكس احنا انشانا الجامعات، الجامعه الاهليه، وانشانا الاكاديميه العربيه، وبالفعل شغالين. فالفكره جت من هنا ان مدينه العالمين ما تبقاش مقتصره على فتره الصيف فقط، بل بالعكس طول السنه. طول السنه. طول السنه، وده الحمد لله حققنا نجاح بيه كبير، لان فعلا منطقه الاسكان شغله سواء كان في الصيف او في الشتاء، مش مقتصر على الطلاب، بل دلوقتي حاليا ان هي في ناس خلاص سكنت فيها، في اسر كامله في مدينه العالمين، سواء كان شغال فيها او شغال في المدن اللي حواليها وهكذا. يعني فالفكره جت من هنا ان احنا ننشئ مدينه متكامله، مدينه الجيل الرابع. المدينة التراثية، يمكن احنا بنتكلم عن ان مدينة العالمين هي مدينة ذكية بتقوم على التنمية المستدامة وغيرها، هل ده ممتد للمدينة التراثية ايضا، ان هي فعلا بتبقى يعني بتستغل الطاقة الشمسية، هي مدينة نظيفة صديقة للبيئة؟ مظبوط طبعا، لان المدينة التراثية احنا بنقول 260 فدان. المساحة الاجمالية للمباني
لا تتعدى 40%، والباقي ايه؟ الباقي عندك مناطق لاند سكيب سوفت سكيب، مناطق جراج، في جراج سطحي بيسع 1500 سياره، ده بخلاف الجراج الرئيسي بيسع 1017 سياره. فاحنا عندنا لو بنقول المدن المدينه التراثيه مدينه الجيل الرابع طبعا، وفيها مدن ذكيه وبتغطيها شبكات مكيفه تكييف مركزي، وده بخلاف ان احنا حققنا المدينه التراثيه نفسها جواها محطات كهرباء سواء ليها او للمشاريع اللي حواليها يعني. محطات كهرباء مخصصه ليها هي بالظبط. فالمدينه التراثيه بالفعل احنا بنحاكي يعني بنخليها واجهه للسياح او سواء السياحه البلديه او الخارجيه يعني وهكذا يعني. المفترض ان الانتهاء من الانشاءات الخاصه بالمدينه التراثيه خلال قد ايه؟ هو المدينه التراثيه طبعا زي ما يعني اتكلمنا في الاول مساحه كبيره، مش مشروع، مشاريع، دي مشاريع طبعا مشاريع. فاحنا مقسمينها مناطق. فبالفعل منطقه مثلا مجمع السينمات الحمد لله خلاص انتهينا منه، والمسرح وافتتح. المسرح برضه نفس الكلام، وارض المعارض افتتحت، المسجد شغال من 2021، الكنيسه تم افتتاحها، وهكذا. المنطقه التجاريه 9 مباني دي منطقة شغالة وتخللها نوافير. كل منطقة برضو في المدينة التراثية مش مقتصرة على ان هو جراج وبس، لا بالعكس، ده في سوفت سكيب وفي مناطق سيتس للجلوس لاي حد زائر للمدينة التراثية. انتهينا برضو من البلازا الرئيسية وهكذا يعني. كل منطقة احنا فاتحين في المشروع كله، بس مقسمينها مناطق يعني. مناطق ومراحل معينة. ومراحل معينة. نسبة الإشغال اللي موجودة في مدينة التراثية أنت كنت متوقعه وأنت شغال؟ لا. ما هو كنا يعني أنا يعني اشتغلت فيها، بس ما كنتش متوقع إن احنا ننجز بالفعل النجاح والرواج. نجاح لأنك أنت بتنشئ منشآت ما حصلتش قبل كده في مصر. يعني خلينا نتكلم، يعني لو انا بتكلم مثلا، لما الناس بتيجي تفكر تقول لك مدينه ساحليه، ايه اللي يخليني اجي اعمل فيها مدينه تراثيه فيها دار اوبرا ومسرح ومسرح روماني وغيره؟ ناس كتير ما بتبقاش متخيله ايه الفايده منه، لكن لما دلوقتي احنا بنشوف قد ايه احنا مستمتعين بالحاجات دي، لا الفايده كبيره جدا طبعا. واحنا ما ينفعش نفكر بالطريقه دي لسبب، احنا بننشئ مدينه عالميه. صحيح. احنا دلوقتي حاليا يعني بنضاهي من مدن تانية كتير قوي. دي نقطة. النقطة التانية لو هنتكلم مثلا على النطاق الهندسي، مثلا المجال الهندسي، احنا يعني انا كشخص ما كناش نحلم ان احنا نشتغل في مشاريع زي كده. صحيح. في الجمهورية الجديدة. يمكن مدينة العالمين الجديدة ادت فرصة كبيرة قوي للشباب ان هم كمان، وفرص عمل كبيرة، وفرت فرص عمل. ويمكن انا لما بعمل لقاءات من الجهاز مدينة العالمين الجديدة دايما بيكون معايا شباب، فانا بكون سعيدة جدا بده، بحس ان في فرص كبيرة للشباب. طبعا. فرص واعدة فعلا ان هم يكونوا في بينشئوا بيبنوا بلدهم بايديهم. بالفعل هو يعني احنا لو بنتكلم في بداية مدينة العالمين الجديدة انشائها استوعبت كمية مهندسين وعمالة وصناعية كتير جدا. صحيح. وفترة ان يعني فترة كان في الدول الخليج واقفة. صح. فايه اللي استوعب الكم المهندسين او العمالة والصناعية؟ مش مشاريع عملاقة. صحيح. بل بالعكس، ان احنا بنفرح قوي لما بننشئ منشأ بيطلع قدام عينيك. بس انت بتتكلم كأنك شغال في دول تانية. صح. يعني انت حاليا بتضاهي دول كتير في الجمهورية الجديدة بصراحة يعني. صحيح. أنا بشكرك، نورتنا، شكرا جزيلا مهندس علي عبد الباسط المشرف على المدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة، شكرا جزيلا ليك، نورتنا.